نلتقي اليوم مع الشاب محمد حسن مسلم ويعرفنا عن بداياته وعشقه لصناعة الصناديق المبيتة. علمنا عن من اللي علمك على هذه الحرفة؟ من الصغر يعني كان جارنا أشوفه أطلع برا وأشوفه يشتغل في هذه الشغلة، وصلت له الدقة من الشغل في العمل والإتقان. طبعا يكون الفضل للسيد علي، السيد ناصر، السيد علي ورسول البوري، طبعا هذولين اللي لهم بصمة. كونك أحد الحرفيين يعني في الصناديق المبيتة، شلون شفت الشباب البحريني؟ هل في قبال، في هل في شباب مثلك يعني بكثرة في البحرين لو عددهم محدود؟ لا في وبكثرة، ولو يفتح لو يفتحون لنا المجال ان يعلمونا هذه الشغله كشغل اساسي، في شباب بحريني واجد. زين هذه الشغله فيها دقه، فيها اتقان، فيها مثلا هذه الدبابيس، يعني كلمنا عن طبيعه العمل ومده العمل. طبعا الصناديق المبيته احجام، في الحجم الصغير يعني يتراوح ما بين أسبوع أسبوع شيء، طبعا على حسب الزخارف، على حسب اللي هو النكش اللي يباها الزبون عليه. يعني مثلا هذا الصندوق، هذا الصندوق من الخشب الساج، عمره يتراوح تقريبا ما بين 50 سنة إلى كذي 55 سنة، وجايبينه إليه كتجديد. طبعا أنا قلعت الدبابيس كامل وضربته معجون وصبغته، والحين اللي هو قاعد بصمم إليه تصميم جديد من الدبابيس الأصلية والزخارف. الإقبال طبعا الحين الناس ما تفضل يعني تبى الصندوق كزينة، ما يعني تبى الصندوق لمثلا لعمر أطول، يعني مثلا لو قوة، يعني يقول لك الحين يجيك الزبون يقول لك مثلا أنبي مو لازم الدبوس الأصلي، ولا أنبي مثلا في نقشات يعني واجد، يعني مثلا أنبي أشياء شي بسيطة. وبعض في ناس يجون ما يفضلون إلا الأصلي، طبعا هذا إلي ناسه وهذا إلي ناسه. طبعا محمد انت حاليا عندك ورشة متواضعة، يعني تطمح ان تكون عندك مثلا ورشة كبيرة، او شنو طموحك يعني وانت في صناعة الصناديق المبيتة؟ اي والله نطمح لمكان اكبر من هذا عشان نطور من روحنا وناخذ لنا معدات تساعدنا في الشغلة. طبعا هذا الشغل كامل كله عمل يدوي، ما في يعني اللي هو مكينة ولا في، كله بالمنقر وبالمطر. من ضمن اعمالي عندك الحفر على المرأة اللي هو نحفرها من وراء، نخط أول شي الخط، ومن عقب الخط نحفرها اللي هو بالمسمار، طبعا كله شغل يدوي، وبعدين نصبغه ويكون بعدين بهالطريقة. بشنو حاولت تخلي صندوق اللي أنت تشتغل به صندوق مميز؟ بشنو ميزته؟ يتميز بالزخارف ويتميز بالنقش عليه. مثلا هالزخرفة في ناس تفضل مثلا بالشغل اليدوي، وناس تفضل مثلا بشغل الليزر، وعلى حسب طبعا الزبون وطلبيته. عندك مثلا هذه اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه مستوية اللي هو بالليزر. عندي مثلا الفريمات، وعندي الكراسي مال القرآن، وعندي اللي هو طاولات أسوي اللي هو مال حديث ومال القرائن اللي هو مال الختمات اللي يسوونهم في الفواتح. عندي مثلا هذا الفريم يتميز بالنقوش اللي هو بالتطريزة، أنواع التطريزات طبعا على حسب طلب الزبون. ونسوي الصواني هدولين الخشبيين، ونسوي الصناديق الصغار. طبعا هدولين هالصناديق في منهم أحجام، في منهم يبتدي من هذا الصغير ونهايته إلى هذا الكبير. من هالصواني هدولين اللي هو حق القدوع مثلا، حق بخور مثلا، حق اللي هو أشياء بسيطة.